السلام عليكم. بهذا الفيديو راح نحكي عن الـ normal flora of the skin و normal flora of respiratory tract. Normal flora of the skin, the predominant organism is Staphylococcus epidermidis. So أغلب البكتيريا بتكون موجودة هنا بالـ normal flora بالـ skin هي Staphylococcus epidermidis, which is a non-pathogen on the skin but can cause disease when it reaches certain sites such as artificial heart valves and prosthetic joints. So Staphylococcus epidermidis هي non-pathogen طالما هي موجودة على السكن على السطح. هسه لو وصلت هاي الميكروأورجانزم هاي البكتيريا إلى الartificial heart valves اللي هي صمامات القلب الصناعية أو الـ prosthetic joints اللي هي joints اللي هي الأطراف الاصطناعية برضو حتعمل infection. وجودها بهاي المناطق أوكي بتعمل infection, بتعمل disease. It is found on the skin much more frequently than its pathogenic relative Staphylococcus aureus, ما من نفس العائلة Staphylococcus epidermidis Staphylococcus aureus, لكن Staphylococcus epidermidis موجودة على السطح والستافيلوكوكس إبيدرميدس صار الموجودة على السطح. الأوريوس مو موجودة على السطح, لا يعني موجودة بشكل كثير بسيط لأنه هو مو مكانها فعليا. هي حكاية الستافيلوكوكس أوريوس موجودة بالنوز. أوكي محكي لنا إنه تقريبا كل سنتيمتر مربع من جلدنا موجود عليه من 10,000 من سوري من 1000 ل 10,000 ستافيلوكوكس إبيدرميدس اوكي او اورجانزم منهم. اغلبهم موجودين بالسوبرفيشيالي ان ذا ستراتوم كورنيوم يعني حوالين العين, but some are found in hair follicles برضه موجودين بال حويس بصيلات الشعر. بصيلات الشعر يعني موجوده ببصيلات الشعر الستافيلوكوكس ابيدرميدس. هي وين بحكي لنا برضو act as a reservoir to replenish the superficial flora after hand washing. هلا superficial flora, superficial هي موجودة على السطح تمام, يعني أكثر شيء على السطح على السكن. لما أنا أغسل إيدي أوكي أو أغسل جسمي أغسل السكن تبعتي, normal flora Staphylococcus epidermidis موجودة بالهير فوليكلز. لما أنا بعد ما أغسل إيدي هاي البكتيريا بترجع تطلع مرة تانية علشان تعطي الجلد بعض الخصائص تبعته. Anaerobic organisms such as propionae bacterium and peptococcus are situated in the deeper follicles in the derms. موجودين بالفوليكلز تبعون الديرمز بالجلد يعني بس كتير deep okay. مكان ما يكون فيه أكسجين كثير okay. الأكسجين يكون كثير قليل. البروبينو بكتيريوم البروبيوني بكتيريوم أكنس هي اللي موجودة أكثر عنا بالسكن, هي اللي بتعمل الحبوب بأجسامنا لما يصير في ستريس وهي الأمور هاي بتعمل أكني على بشرتنا. It's implicated in the pathogenesis of acne. Okay. هي البروبيوني بكتيريوم أكنس. طب هلا في عنا برضو اليست اللي هي الكانديدا ألبيكانس من الخمائر, برضو هي member of the normal flora الموجودة على السكن. ممكن انها تدخل للبلد ستريم لما النيدل تعمل بيرز للسكن. لما احنا مثلا بنسحب دم من شخص بدون ما نعقم هاي المنطقه اوكي منطقه الفين, انا دخلت الكانديدا البيكانس مثلا للبلد ستريم تبعته هتعمل عندهم, او مثلا الناس اللي بيستخدموا اكثر شيء انترافينوس كاثيترز اوكي أو اللي بياخدوا أغذية سوري الأدوية تبعتهم عن طريق الانترافينوس برضو ما بيقدر إنهم يبلعوها, أو اللي بنحط لهم دائما انترافينوس هذول الكاثيترز اللي لما الواحد يعمل عملية أو إشي يحطوا له هاي الإبرة وبتضل عشان الغذاء وهاي الأمور. فبهاي الحالة ممكن إنه الكانديدا ألبيكانس تدخل للبلاد ستريم تمام,
وتعمل systemic infections، تروح لمكان معين لسيستم معين وتعمل فيه عدوى هناك ويمرض. هاي الأغلب بتكون عند الناس اللي بيكون عندهم reduced B-cell mediated immunity، عندهم نقص مناعة الخلايا تبعتهم مناعتها ناقصة. هدول الناس الكندا البيكنز لو دخلت في البلاد ستريم هتعمل لهم مشاكل وأمراض systemic infections. سؤالنا احنا كحكينا بالسكن، النورمال فلورا، الميجور نورمال فلورا بالسكن هي الستافيلوكوكس ابيديرميدس، تمام. عنا برضو نوعين من الموجودة، عندنا بحكي موجودة بالهير فوليكلز، موجودة بالستراتوم كورنيوم، تمام. وفي عنا انيروبيك اورجانزمز مثل البروبينيو بكتيريوم والبيبتوكوكس، هذول موجودين بالديبر فوليكلز بالديرمز، تمام. بيكونوا هم انيروبيك، فبدهم مكان ما فيه اكسجين كتير. البروبينو بكتيريوم اكني هي المسؤوله عن انه هي بتعمل لنا اكني ببشرتنا. الكانديدا البيكنز هي ييست مو بكتيريا، هي ييست من الخمائر، تمام. هي نورمال فلورا بالسكن، كيف ممكن تعمل تكون باثوجين اوكي، او تسبب مرض اذا دخلت للبلود ستريم عن طريق انه انا بالنيدل دخلتها بالغلط، فتعمل ممكن انفكشن ساعتها. حكينا الستافيلوكوكس ابيديرمس برضه، متى بتعمل عنا مشاكل او بتكون بتعمل ديزيزز بالانسان؟ اذا وصلت للمناطق اللي فيها الارتفيشال هارد فالفز، صمامات القلب الصناعيه، والبروستاتيك جوينتس، الاطراف الاصطناعيه برضه، وجود الستافيلوكوكس ابيديرمس بهاي المناطق بيعمل شو عنا؟ ديزيز. طيب هلا بنيجي لنورمال فلورا بالريسبيراتوري تراكت. وايد سبيكتروم اوف اورجانزم اوف اورجانزمز كولونايز ذا نوز ثروت اند ماوث، بس ذا لوور برونكاي والالفيولاي تيبيكالي كونتين فيو اف اني اورجانزمز. النوز والثروت والماوث فيهم عدد كبير ومتنوع من الاورجانزمز، تمام. بس الحويصلات الهوائيه والقصبات والحويصلات الهوائيه ما فيهم كتير مايكرو أورجانيزمز، أوكي، وغالبا ما بيكون فيه. يعني النوز is colonized by variety of streptococcal and staphylococcal species. أنا بالنوز عندي streptococcal و staphylococcal species، strep و staph، gram positive، هدول gram positive bacteria، the most significant of which is the pathogen staphylococcus aureus. staphylococcus aureus هي the most significant بالنوز، وحكيناها سابقا ونرجع نحكيها هسا. بالنوز ستافيلوكوكس اوريوس، بالسكن ستافيلوكوكس ابيديرميدس، تمام. طيب هسا ممكن يصير في عندنا general outbreaks of disease due to this organisms particularly in newborn nursery can be traced to nasal skin or perineal carriage by healthcare personnel. هسا ممكن هسا هاي الستافيلوكوكس اوريس هي ما بتعمل ديزيز، اوكي، لانه احنا للكبار، تمام، هي موجوده عندنا خلاص از نورمال فلورا، ما بتعمل اي ديزيزز ولا امور، يعني تمام، عندنا نورمال فلورا وطبيعيه نون باثوجينك. الاطفال الصغار النيو بورن الحديثي الولاده، تمام، اللي حديثي الولاده اذا ممكن انه تنتقل لهم هاي البكتيريا من موظفين الصحة اللي هم الممرضات اللي بيرعوا فيهم وبيعتنوا فيهم، ممكن انه تنقل لهم هاي الستافيلوكوكس اوريوس وتعمل لهم مشاكل، سواء ممكن تنقلها للسكن تبعتهم او للنازل او للمنطقة اللي بتكون اراود ذا انس، اوكي، اللي هي البيرينال كاريج. هون ساعتها بيعمل ديزيز بس عند سبيشالي وبارتيكولاري عند نيو بورن نيرسري. طيب The throat contains، هلا احنا بنحكي عن النوز، فبالنوز عندنا شو قلنا؟ الستافيلوكوكس اوريوس بالنوز، السكن ستافيلوكوكس ابيديرميدس، وبرضه الييست الكانديدا البيكنز موجوده بالسكن. طب هلا الثروت، نجي للثروت القصبه الهوائيه، في عندنا contains mixture of viridans streptococci neisseria species and staphylococcus epidermidis، موجودين يعني ميكستر. انا بلاقي فيردنس ستريبتوكوكاي، بلاقي نايسيريا سبيشيز، بلاقي ستافيلوكوكس، هذول كلهم بلاقيهم بالثروت، هم مش مين اللي موجودين. هاي النون باثوجنز اوكيباي اتاتشمنتس سايت اون ذا فارينجيال ميكوسا اند انهبيت ذا جروث اوف باثوجنز ستريبتوكوكس بيرجنز نايسيريا مينينجيتيدس
والاستفيدو كوكس اوريس ريسبكتيفلي. هسا لما حكينا عن بفيديو الكونسبت اوف نورمال فلورا حكينا انه في عنا النورمال فلورا بتساعد جسمنا انه هي تكون ايش تعمل مثل تعمل اتاتشمنت بالميكوزا الممبرينز باجسامنا داخل جسمنا. لما بتعمل كولونايزيشن هناك بتعمل اتاتشمنت بتمنع اي باثوجينيك بكتيريا انها تيجي وترتبط بهذا المكان وتعمل ديزيز تعمل انفكشن هناك. فوجود هاي البكتيريا فيريدنس ستريبتوكوكاي وناسيريا سبيشيز ستريبتوكوكس ابيديرميدس بيحمولي بيعملوا انهبيشن للجروث اوف الباثوجينز اللي ممكن تيجي تعمل بالثروت. الستريبتوكوكس بايوجين وجودها بالثروت يعني في ديزيز ناسيريا مننجيتيدس ديزيز. ستافيلوكوكس اوريس هي نورمال فلورا بالنوز مش نورمال فلورا بالثروت. لما هنحكي عن respiratory tract nose throat staphylococcus aureus بالنوز normal flora بالثروت مش normal flora. تمام تعمل disease infection infectious هون ف اوكي بس خلاص هذا المفروض انكم حفظتوها. هسه بالماوس بالفم في عنا verdens streptococci make up about half of the bacteria of the bacteria. الفيردنس ستريبتوكوكاي بتشكل نصف البكتيريا الموجودة بالفم. في عنا الستريبتوكوكاس ميوتانز وحكينا ان الستريبتوكوكاس ميوتانز هي المين نورمال فلورا بالماوث. هي من الفيردنس جروب من الستريبتوكوكاي من الفيردنس ستريبتوكوكاي is of special interest since it is found in large number موجودة بأعداد كتير كبيرة بالدنتال بلاك موجودة عنا بالسنان بعدد كبير وهي البريكيرسور اوف كاريز. لما يصير في عنا تسوس بالاسنان بتسببه الستريبتوكوكس ميوتانس. كيف بيحكي لنا في عنا البلاك اون ذا انيمال سيرفيس از كومبوزد اوف جيلاتينوس هاي مولكيولر ويت جلوكان سيكريتد باي ذا بكتيريا. بكتيريا ستريبتوكوكس ميوتانس بتفرز عنا طبقه ال الانيمال سيرفيس اللي هي طبقه المينا صح بسناننا. ف لحظه شوي بتفرز بتعمل هاي الطبقه البكتيريا بتعمل سكريتت لهاي الطبقه اوكي على سطح الاسنان على البلاك تبع الاسنان. هسه انتربت بكتيريا برودوس ا لارج اماونت اوف اسيد. في عنا بكتيريا بتخترق وبتعمل يعني بتفرز أسيد. تمام هذا الأسيد بيعمل ديمينيرلايز للأنيمال هاي لطبقة المينا تبعت الأسنان. تمام وبتعمل إنيشيتس للكاريز تعمل يعني تخلي تسوس إنه يحدث. فالستريبتوكوكس ميوتانس إحنا في عنا طبقة المينا البكتيريا بتفرز أسيدز. في عنا بكتيريا بتفرز أسيدز هاي الأسيد بتعمل دي مينرلايزز للانيمال هاي لطبقة المينا وبتحفز انه يصير في عنا تسوس للاسنان. اوكي الفيريدنس ستريبتوكوكاي مثل عنا الستريبتوكوكس سانجوينز هي برضو ممكن تسبب سب اكيوت بكتيريال انفكشنز تعمل endocarditis. هاي الأورغانزمز إذا دخلت البلاد ستريم لما الإنسان مثلا يعمل dental surgery مثلا شال طاحونة شال إشي هاي البكتيريا الستريبتوكوكس سانجوينز ممكن إنها توصل لا هي موجودة بنورمال فلورا بالفم لكن إذا صار في عنا surgery ودخلت البلاد ستريم ممكن إنها تعمل دامج للهارت valves صامات القلب تخربهم. طب هلا في عنا بكتيريا الإكينيلا كوريدمز part of normal oral flora ممكن هتعمل skin and soft tissue infections associated with human bites and clenched fist injuries. لما يصير الإنسان ينجرح أو مثلا بني آدم عض بني آدم تاني أوكي بتدخل هاي البكتيريا على ال skin أو تدخل لل soft tissue الموجودة عنا على السطح وتعمل هناك infection. فين عن aerobic bacteria مثل species of bacteroids prevotella mucobacterium Clostridium, Hepto, Streptococcus are found in the gingival cervix. موجود هذول anaerobic bacteria.
حكينا احنا الجنجيفال سيرفكس هي اللثة، وهي كتير كومباكت يعني متلاصقة مترابطة مع بعضها البعض، ف الكونسنتريشن للأكسجين هناك كتير لو، فهي البكتيريا بتفضل انها تعيش هناك موجودة as normal flora، ما بتعمل اي مشاكل. اذا if aspirated these organisms can cause lung abscess، هاي الميكرو أورجانيزمز لو دخلت الى اللونجز ممكن انها تعمل lung abscess، تعمل هيك زي ندبات بالرئة وتعمل نومونيا، especially بالمرضى اللي عندهم نقص بالمناعة واللي عندهم poor dental hygiene، ما بنظفوا أسنانهم منيح. The gingival cervix are the natural habits of Actinomycus israeli. هي an aerobic actinomycete that can cause abscess of the jaw واللونج والابدومن، بالجاو واللونجز والابدومن. ويعطيكم العافية.